حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وسنشاهد بحلقتنا لهذا اليوم أهم الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، والبداية من العناوين: ندوات عن الآثار البيئية للصناعة النفطية في العراق، استمرار الحملات التوعوية التي تقوم بها الفرق الإعلامية لطلبة وتلاميذ المدارس في بغداد. كما نشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. بيّن وزير البيئة المهندس نزار أميدي خلال اجتماعه مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريا أن الحكومة العراقية مضت بالانتقال التدريجي نحو الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر المستدام والتحول إلى نموذج التنمية المرنة والشاملة والمتنوعة اقتصاديا، وهذا توجه عالمي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وزير البيئة المهندس نزار آميدي بتكريم الطلبة الفائزين من مدرسة الموهوبين في الموصل لحصولهم على المركز الأول عالميا في مسابقة جائزة الشيخ زايد للاستدامة 2023. وجاء هذا الفوز عن تنافس كبير ضم 152 دولة عالمية شارك فيها 4358 مشروعا مستدام، إذ حصل العراق على المركز الأول بين الدول المشاركة والمشاريع التي تم دراستها من قبل اللجنة المنظمة في مسابقة زايد الاستدامة على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية بفوز مدرسة الموهوبين في نينوى ضمن مشروعها روح الحياة. وتم إعلان الفائزين بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء كوريا الجنوبية وأذربيجان وأوغندا، فضلا عن العديد من المسؤولين. بحث وزير البيئة المهندس نزار أميدي خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب جهود الوزارة للنهوض بالقطاع البيئي ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة، مشيرا إلى عمل الوزارة على تسهيل وتخفيف الإجراءات والقوانين الحكومية في المشاريع البيئية من خلال تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص وتقديم الدعم المباشر للمشاريع البيئية المقدمة من قبل بعض المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتحديدا البيئية منها. اتخذ وزير البيئة المهندس نزار أميدي مجموعة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية والتواصل مع المواطنين، موجها باعتماد منصة إلكترونية لإنجاز معاملات الموافقات البيئية بشفافية عالية وضمان إنجازها بوقت قياسي. وأكد أميدي على تواصله بشكل شخصي ويومي مع المواطنين والموظفين في بغداد والمحافظات من خلال وسائل التواصل المختلفة وإلزام دائرة التوعية والإعلام لاستقبال أي شكوى أو استفسار واعتماد يوم للمقابلات بشكل أسبوعي. أكد وزير البيئة نزار أميدي خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان جبار مصطفى على أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة الاتحادية والمؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان من أجل إنهاء ملف الألغام والمقذوفات الحربية الناجمة عن الحروب السابقة، وسعي الحكومة الاتحادية إلى تنظيف كل المناطق المتأثرة في هذه الحروب من أجل عودة سكان المدن المحررة إلى منازلهم. طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء،
بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالة الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاونا دوليا للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. التلوث المصاحب لعمليات الاستخراجات النفطية أهم ما تناولته الندوة التي نظمتها دائرة بيئة الجنوب بالتعاون مع دائرة التوعية والإعلام في جامعة البصرة. تعالوا معنا لمعرفة التفاصيل من خلال التقرير الذي عده لنا الزميل نمير علي الحسون، فلنتابع. ضمن الجهد التوعوي الذي تتولاه دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة لدى جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، يبقى المحفل العلمي والأكاديمي من المرتكزات المهمة في تعزيز المفاهيم البيئية والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية. ندوة مهمة تتناول مدى مشاكل التلوث النفطي على الهواء في مدينة البصرة، واستعرض دكتور وليد الموسوي مدير عام بيئة الجنوب تفاصيل كبيرة وعميقة عن مشكلة التلوث النفطي، وأيضا تم مناقشة الأكاديميين والحاضرين حول الحلول المبتغات عملها بالجانب العملي للحد من هذه التلوث. نحن كوزارة بيئة جهة رقابية، ونطالب دائما الشركات النفطية المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالعراق أن تعمل على الحد من هذه المشكلة والتجاوز على البيئة العراقية. مدير عام دائرة حماية وتحسين بيئة الجنوب الدكتور وليد الموسوي كان هناك محاضرا في مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة، والذي أعطى تفصيلات مهمة عن حجم التلوث الناجم من الأنشطة النفطية في محافظة البصرة. عقدنا هذه الندوة المهمة وألقينا بها محاضرة عن التلوث النفطي في محافظة البصرة. حقيقة بلقائنا الأخير ويا معالي الوزير يعني أوعزنا بضرورة توثيق العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية. احنا عندنا مشروع مشترك اسمه بيئة البصرة في خطر، يعني كدائرة جنوبية مع جامعة البصرة، وهذه الجلسات والجلسات اللاحقة إن شاء الله هي يعني تندرج ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جامعة البصرة. الأكاديميون والمختصون في مجال البيئة والطاقة أكدوا أنهم شركاء في دعم وزارة البيئة وتوجهاتها الحديثة في توعية قطاعات المجتمع، لا سيما المؤسسات التربوية والتعليمية. احنا كدورنا كباحثين الحقيقة لدينا رؤية لمعالجة هذا الموضوع، والرؤية يفترض أن تكون متوازنة. الرؤية المتوازنة في جانبين، أنه لا يمكننا إيقاف العمليات النفطية كما هو معروف، هو المورد الأساس للاقتصاد العراقي، لكن في نفس الوقت علينا أن كيفية معالجة أو تقليل آثار هذه العمليات النفطية على المحيط البيئي. جامعة البصرة لديها وسيلتين تقريبا في حل هذه المشكلة المتفاقمة. الحل الأول هو من خلال التوعية بالمخاطر وفي نفس الوقت إيجاد الحلول، هذا أمر. الأمر الآخر هو أنشأت جامعة البصرة من خلال كلية الطب مركز الأورام السرطانية لمعالجة
حالات يعني الأورام السرطانية المتأتية بسبب التلوث، بسبب يعني تفاقم هذه المشكلة بشكل كبير جدا. وكما هو معروف يعني ثاني أكسيد الكربون عندما يطلق في الجو خصوصا مع الغاز المصاحب يؤثر بشكل وبآخر على صحة الإنسان. بالتالي اليوم محافظة البصرة تعاني من هذا الموضوع، والمحاضرة اليوم هي جزء لا يتجزأ من إلقاء الضوء على هذا الموضوع. المشكلة في البصرة في التلوث، ارتفاع تراكيز CO2 مقابل انخفاض الأكسجين نتيجة الاستهلاك، فلا يوجد أي معمل لصناعة الأكسجين ما عدا أن نزرع الأراضي بالزراعة البيئية وليس الإنتاجية. ليس المهم أن ننتج، ولكن أن ننتج الأكسجين بواسطة زراعة النباتات. لبرامج التوعية البيئية، نمير علي الحسون، جامعة البصرة. انظر يا عم علاء الدين، أرى دجلته قد شح وقل زراقه ونقاوته. نعم سندباد، هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والناتجة من رمي النفايات والأنقاض من الأنشطة الصناعية. ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاص، كلها عليها مراعاة عدم رمي نفاياتها في مصادر المياه. وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة، والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول، كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات. لابد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلامة دجلة والفرات. لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكلة كبيرة، لابد للمعنيين في شأن التوعية حث المواطنين بعدم الهدر بمياه الشرب، لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحي الغير معالجة، وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه. جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية. العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم، ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض غبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثلما كان في كل العصور. تستمر فرق دائرة التوعية والإعلام بالتعاون أكيد مع وزارة التربية وأمانة بغداد بحملات التوعية والتشجير من أجل بيئة أجمل وأنظف. محطتنا اليوم كانت في عدد من مدارس مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد. كنوا معنا لمعرفة التفاصيل أكيد من خلال التقرير الآتي. حملة توعية وتشجير جديدة أطلقتها وزارة البيئة دائرة التوعية والأعلام البيئي بالتعاون مع وزارة التربية وأمانة بغداد لعدد من مدارس مدينة الكاظمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات ونشر التوعية والثقافة لجميع شرائح المجتمع وخاصة تلاميذ وطلبة المدارس لبناء عراق أخضر مستدام. نشكر وزارة البيئة المتمثلة بدائرة التوعية والإعلام في الوزارة ووزارة التربية والمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة وأمانة بغداد على جهودهم المتواصلة في مدارس بغداد وباقي المحافظات من حملات التوعية البيئية والتشجير في المدارس وتثقيف التلاميذ على خلق بيئة مناسبة في المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية. شاركت وزارة البيئة دار التوعية والإعلام البيئي قسم البيئة المدرسية في حملة تشجير ضمن حملة مدينة الخضراء في تشجير مدارس بغداد بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة التربية، حيث تضمنت الحملة تشجير حدائق المدرسية والاطلاع على الواقع البيئي للمدارس، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن فائدة الأشجار للبيئة
تنقية الهواء. إلقاء مجموعة من المحاضرات العلمية القيمة حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستهلاك المستدام لها، هذا ما تضمنته الحملة، فضلا عن توزيع المطبوعات والفولدرات التوعوية وإقامة حملة تشجير في حدائق المدارس لحث الطلبة والكوادر التدريسية على إشاعة التشجير وزيادة المساحات الخضراء. بصراحة احنا كشعبة بيئة وصحة مدرسية اختارينا 10 مدارس صالحة بيئيا من حيث المبدأ، من حيث الحدائق المدرسية، وفعلا هذه المدارس بكوادرها جميعا من الإدارة وهيئة تعليمية والطلاب ومواقعها المتميزة اختارينا 10 مدارس، والشكر الجزيل لوزارة البيئة وبلديات المناطق اللي شجعت الطلاب على مفهوم الزراعة ومفهوم المساحات الخضراء، وهاي يعني فعلا خطوة جيدة لعراق أجمل. الحفاظ على البيئة من التلوث بكافة أشكاله خطوة وطنية مهمة تقع على عاتق الجميع، وهذا ما تسعى لتحقيقه وزارة البيئة من خلال تلك الحملات وتنفيذ خطط وبرامج وطنية شاملة تهدف إلى إشاعة ثقافة التشجير وتعميمها في عموم المدارس العراقية لخلق جيل واع يساهم في تحسين وتطوير القطاع البيئي في البلاد. أهم الأخبار والأنشطة لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات نتعرف عليها سويا مع الحقيبة الأخبارية، فإلى هناك. أجرى فريق الرقابي من مديرية بيئة كربلاء مسوحات تقنية لقياس مستوى الضوضاء باستخدام أجهزة القياس الخاصة به، وتم استهداف الأماكن القريبة من جراجات غسل السيارات والمولدات المنتشرة في عموم المحافظة لجمع القراءات الخاصة بمستوى الضوضاء، وكانت جميعها ضمن المحددات البيئية الوطنية المعتمدة. نفذت الفرق الرقابية في مديرية بيئة الأنبار جولات تفتيشية على عدد من المؤسسات والمراكز الصحية ضمن خطة الوزارة بمتابعة الواقع البيئي للمؤسسات الصحية، وتضمنت جولات تفتيشية داخل أروقة مستشفى راوة لمعرفة مدى التزامها بآليات عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية والطرق الآمنة للتخلص منها، فضلاً على الاطلاع على وحدة معالجة المخلفات السائلة، ولم يتم تسجيل أي مخالفة بحقها. قامت الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة ميسان بسحب النماذج الخاصة بالمصادر المائية ضمن قضاء علي الغربي وناحية كوميت تنفيذاً لخطة المديرية لمراقبة نوعية المياه ومدى تأثيرها بالملوثات البيئية ومعرفة نسب التراكيز للعناصر، وتم إرسال تلك النماذج إلى مختبرات المديرية لغرض إجراء الفحوصات اللازمة لها. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة الديوانية جولات ميدانية لمتابعة عدد من معامل إنتاج شيبس الذرة والبطاطا وأنشطة أخرى في المنطقة الصناعية على طريق عفك العام، ومن خلال الكشف لوحظ أن إدارة المشاريع قامت بتنفيذ المتطلبات والمحددات التي أقرتها الوزارة وحصولها على الموافقات البيئية. قام فريق الرقابي من مديرية بيئة المثنى برفقة فريق من الأمن الوطني بإجراء جولات تفتيشية على مكاتب المبيدات والعيادات البيطرية في قضاء الخضري لمتابعة الاستخدام النهائي للمبيدات الزراعية والبيطرية، وتم التأكيد على أصحاب المكاتب والعيادات بضرورة تطبيق التعليمات البيئية الخاصة بعملية خزن وتداول المواد الكيميائية. منحت مديرية بيئة ذي قار عدد من الموافقات البيئية لعدد من الأنشطة المختلفة في المحافظة بعد إجراء الكشف الميداني من قبل الفرق الفنية التابعة للمديرية والتأكد من التزامها بالضوابط والمتطلبات البيئية. نظمت مديرية بيئة واسط حملة توعوية بيئية للحد من صيد الطيور النادرة المهاجرة والمحلية في هور الدلمج والحفاظ عليها من الانقراض،
وعدم صيد الأسماك بالمواد المحرمة كالصيد بالسموم والمتفجرات والصعق الكهربائي للحفاظ على الثروة السمكية في الأهوار والأنهار. استجابة لشكاوى المواطنين، قامت مديرية بيئة البصرة بزيارة محطة الأمطار الواقعة في شارع المسفن قرب الجسر الصغير لإجراء الكشف البيئي، وتبين أن النشاط المذكور غير حاصل على الموافقة البيئية، وأن المحطة متجاوز عليها وداخلها بناء سكني عشوائي، ويتم تجميع مياه الأمطار والمجاري وطرحه في النهر مباشرة دون معالجته، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج البيئة توعي. إلى اللقاء.